قطاع المصري في بحال غيبوبة، أموال المودعين مصيرة مجهول لما نقول تبخرت، وأصلاً عم تستخدم بدعم السلع الأساسية. آخر الضربات الاقتصادية ما نقلته وكالة رويترز عن أنه بنوك أجنبية بدأت بقطع العلاقات مع مصر في لبنان. بكلام مبسط، تقليص التعامل مع النظام المالي المحلي يعني عزلة دولية إضافية. هالصدمة السلبية مع البنوك المراسلة رح تجعل من الصعب على لبنان تحويل المدفوعات الأجنبية، يعني رح يصير من الصعب استيراد السلع الأساسية، يعني الأكل والشرب، وبعد ما حكينا عن البنزين، المازوت، وكيف ممكن نأمن المشتقات النفطية للكهرباء، وأكيد الموتور. وخد يا لبناني عصفعات فوق الصفعات. كل هيدا والمسؤولين شو؟ عم بيتبادلوا الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة بدل انصراف لإطلاق خطة إنقاذ أكثر من عاجلة. رئيس الجمهورية حمل المسؤولية للبنك المركزي عن الانهيار المالي وعن تعطيل التدقيق الجنائي، كما اتهم المصارف بتبديد مدخرات الناس. المصارف ما تأخرت بالرد، واعتبرت أنه الأزمة السياسية وما أحدثته من تعطيل وفراغ تبقى المسبب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية، كما أكدت التزام حقوق المودعين بالحصول على مدخراتهم. وبين تبادل كرة المسؤوليات، الوضع من سيء لأسوأ. الدولار طلوع من جديد، والناس خايفة إنه جنى العمر يكون ضاع وما في شيء بيرده. فهل خوف الناس بمحله؟ أستاذ حسن من مسيك، أهلا وسهلا. أهلا فيك. هل خوف الناس بمحله؟ طبعا طبعا. يعني راحت المصريات؟ هلا راحت بالمعنى إنه موجودة على الورقة موجودة. إذا في أنت عندك وديعة حطيتها ببنك، تفترض هالبنك عم يستعملها، لأنه البنك هو ما هو إلا وسيط ما بين مودع وبين مقترض. نعم. طيب إذا أقرضها بكون أخذ ضمانات عليها، فوقت معناتها أنت وديعتك مضمونة بضمانات الاقتراض اللي اقترضها المقترض. طيب إذا أقرضها أو إذا أعطاها لبنوك، والبنوكي حطوها جزء كبير منها، أغلبية 70% بالبنك المركزي. نعم. الذي أساء أمانتها ومول كل فساد المنظومة السياسية، يعني هيدي راحت لمقترض ما عنده ضمانات. انت اللي شو رأيك بعدها ولا راحت؟ طيب الناس اللي عم يسمعوك الليلة شو بدنا نقول لهم؟ في أمل لحتى هالمصريات يرجعوا؟ في أمل يرجع جزء منهم، ولكن هيدي في أمل يرجع جزء منهم إذا هاي الإذا مجلد. هلا بيجي بالاعلام مثل عادي بيقول لك اعطيني شو الحل، يلا هلا شو معك دقيقتين شو الحل؟ هذا دائما قلت امبارح على المنار، بقولها يفتح الله هذا ما بتنحل. جريمه عمرها 25 سنه ما بتقول له لواحد اعطيني حل. ما طرحناه بال20 و25 و15 و10 و5 سنين، طرحناه من سنه، هلا ما عاد في. حتى صديقنا وئام وهاب بقول هلا الصراع 17 مليار، ما بعرف هو فعلا يعني معتقد انه في 17. قبل ما اوصل لل 17 بدي منك جواب، اللي حاطين مصرياتهم بالبنك بينسوها إلا إذا؟ إلا إذا شو؟ لا ما بينسوها إلا إذا انوضعت خطة بشقين، وكل شق منه توأم مع الشق الثاني. الشق التقني ألا وهو كيف ممكن نسترجع الودائع. الودائع بتقول وين راحت هذه، ولازم لمرة بما أنه برنامجك عطانا هلأ وقت أنه نشرحها بالتفصيل من غير ما نشرح كثير تقنياتها. في عندك جزء من الودائع استعملت البنوكي لتمويل وإقراض القطاع الخاص، تجار، صناعيين، يعني دينت القطاع الخاص، دينت قطاع تمويل عقاري وهلو مجر، هيدي أخذ ضمانات فيها، هاي تقدر ما بين 33 ل 37 مليار دولار. نعم. ثم أيضا هناك ضمانات فيها وفي عقار أيضا. طيب هيدي حكما بما أنه الودائع والمودعين لهم أولوية على أصحاب الرساميل المصارف، يصبح حكماً هني أصحاب هذه الضمانات. نعم. أوكي؟ إذا ضل شيء يعني أخذوا المودعين حقوق، أنه ضل شيء بتروح لأصحاب المصارف هذه. طب أنا أعتبر أنه أنا مصرف، قلت لك ليك أنت ما يا تاجر ما عم تسد دينك، بدي أنا حط إيدي على الضمانة تبعك، أخذت قطعة أرض منك أو بناية، طب بدي سيلة، في سيلة اليوم؟ بدي سيلها بلولار ما إلو قيمة، بدي سيلها بلد منهار. فبالتالي حتى الأصول الضمانات اليوم ما إلها قيمة إلا إذا. إلا إذا شو؟ إلا إذا رجع
وقفت الدولة على إجريها، صار في دورة اقتصادية طبيعية، رجعنا لحالة طبيعية، صرنا جزء من المجتمع الدولي مرة أخرى، رجعنا للساحة الدولية مرة أخرى، صار عندنا اقتصاد منتج، زراعة وصناعة وسياحة وخدمات، والله صار في ثقة بالبلد، بصير في دخول أموال على البلد. هالدخول الأموال بقول لك والله عجبتني هالقطعة الأرض بشتريها، لأنه هيدي ممكن سعرها يرتفع. يعني ما في شيء ممكن يرجع يرفع هالأصول إلا عودة الدولة إلى الأقل. ليه؟ هلا هاي الدولة، هاي الدولة لترجع كمان فيها، إذا هاي الدولة بدها ترجع بده تستوفي بدها تستوفي ضرائب ورسوم وجمارك وهلو مجرة، يعني في استيراد، يعني في زراعة وصناعة، لأنه إذا ما في زراعة وصناعة كيف بدي أخذ أنا أرباح ضرائب أو أرباح شركات؟ طيب هالزراعة والصناعة كيف بدها تتمول؟ بدها مصارف. نعم. المصارف موجودة اليوم فلسي، ما في مصاري، فبالتالي هيدي المصارف ليش معتبر انه المصارف فلسي؟ لانه فلسي. اذا انت عليك 150 مليار دولار مطلوبات ورأس مالك 22 مليار دولار، تكون فلس ولا مش مفلس؟ وال150 مليار دولار ما فيهم ضمانات. طيب بس ما بس الا ب 30 مليار، واللي عم بقول لك اذا ما صارت الدولة الطبيعية، يعني عندك انت 30 ل 40 مليار دولار فيهم ضمانات و120 ما فيهم ضمانات. طيب وانت راس مالك 22 بتكون فلس ولا مش فلس؟ بس هن المصارف اصحاب المصارف في حاله انكار، لا نحن مش مفلسين، نحن مصرياتنا راس مالنا والودائع اللي حطينا الناس عندنا هي موجوده بالبنك المركزي. طيب يا اخي مين قال لك تحطها بالبنك المركزي؟ مين قال لك؟ هي وحده. اوكي بدنا نجرب قد ما فيك، يعني ما بدنا بالعكس عم بسطها اكثر. بعد اكثر، لانه المصارف كمان بتقول انه انت عم تطلب مني كل استحقاقاتي هلا بالوقت اللي انا عندي مدى لل 2045 46، ليش بدك ياني هلا هالكذا مليار دولار تحطتني اياهم هلا؟ السبب بسيط، انه بالريسك مانجمنت بعمليه تحديد المخاطر كل يوم في شيء اسمه فار. اوكي. فاليو ات ريسك، شو قيمه انا اصولي مقابل الريسك اللي اخذها؟ يوميا بيطلع التقرير انه انت عندك 120 مليار دولار بدون طيب. ضمانات. لننطلق من النقطه اللي انت حكيت فيها انه اليوم المصارف مفلسي، سلمنا هي مفلسي، وناس بيقولوا اعاده هيكله القطاع المصرف. ايه شو يعني؟ طب انت عم تقول مفلس عم فلس، شو بيعمل؟ بيعمل راس مال. كنا نستعمل مثل ما بدي استعمله حتى ما استفزه، كنت تقول زبالة على زبالة ما بتعمل جنينة ورد. طيب هلا اللي عم بقول هاي المصارف دمجتها يا سيدي، انت حتى نبسط اعتبر كل المصارف 54 56 مصرف عامل عمل لهم دمج بمصرف واحد او باربعه او بخمسه او بعشره. طيب شو يعني؟ ال 22 مليار دولار كانوا ب 54 صاروا بمصرف واحد. هذا المصرف مفلس، هذا المصرف عنده إقراض للقطاع الخاص وعنده مصاري مع الدولة. إيه؟ عن طريق المركز. إيه؟ طيب هون منروح بقول لك المركز المصارف طلعوا بيان رد على البنك المركزي ورد على الرئيس عون. نعم. قالوا للمركز وللرئيس عون نحن مش نحن مسؤولين عن تثبيت سعر الصرف. مزبوط. وصحيح مزبوط. أنا باي ذا واي أنا متضامن مع أصحاب المصارف بأمور معينة، هني مش ثبتوا سعر الصرف، هني أيضا منوا مسؤولين عن عجز الموازنات، هن منو مسؤولين عن كل الفساد والهدر بالدولة، هذا صحيح، كهرباء جمرك تهريب قطاع عام أوكي، ولكن هن مسؤولين عن أنه أنتوا طمعتوا. وأنا أدعي وكل مرة أعيدها أنه باجتماعي مع رؤساء المصارف وأصحابها، وما حسميهم هن بيعرفوا اللي عم يسمعون اليوم بغدوات، كنت أقول لهم أنتوا بكرة حتندموا، لأنه أنتوا أيضا طمعانين بلعبة الفوائد اللي لعبهم يا مين؟ الحاكم البنك المركزي. هلا البنك المركزي بس في شيء اسمه بعالم الاقتصاد وانت استاذ بهالموضوع اسمه المال، ريسك فري اسيت. شو يعني؟ يعني انه المخاطر الضعيفه جدا لما انت بتحط اموالك بالبنك المركزي، لما البنك بيحط امواله بالبنك المركزي. البنك المركزي عندنا أسوأ بنك مركزي في تاريخ البشريه. هون يبلش الخلاف. شو بلش خلاف؟ هو واحد بيقول لك احتياطي 44 مليار. طيب احتياطي شو يعني احتياطي؟ حتى ليك البنك المركزي عد بالله استعمل اصبعك الاول، تملكه للميدل ايست وانترا والكازينو مخالف للقانون. ما تفوت ما بدي اقول لك بلا ليك بدي ارجع انا ما في ليك ما تزعل مني، انا ما في احكي على طريقه السياسيين انصاف كلام. لا لا انا بحكي الواقع، انا ما عندي شيء ضد البنك المركزي ولا عندي شيء ضد رياض سلامه شخصيا، وكانت تربطني في علاقه انه كنت زوره كمحترف مصرفي، زوره كبنك مركزي. بدي ترجع على النقطه تقوله. اوكي بدي ترجع على ارجع اي نقطه على النقطه اللي بتشرح فيها للناس باي طريقه ممكن يرجع لك اخذتني ما تقول لي هيك، ما استعمل الاموال كلها بهالاطار،
مين اللي قال له انه هو مضطر كان يمول عجز الموازنات؟ ما في شيء بالقانون بيجبره. مين اللي قال له انه هو مضطر يستعمل اموال المودعين ويمول قروض مدعومه للشركات المتوسطه والصغيره؟ مين اللي قال له هو يستعمل اموال المودعين لتمويل قطاع التكنولوجيا؟ مين اللي قال له هو يروح يمول كل قطاع الصحافه ومحطات التلفزيونات حتى يصيروا الصحفيين يطلعوا بالبرنامج اللي طلع المهزله اللي طلعت من يومين؟ بيطلع صحافي بفند بالتفصيل الممل انه البنك المركزي ما له علاقه. 56 مليار و380 مليون طيب. دولار. انا كمودع انا كمودع عم بسمع حبيبي عم تسالني شغله العلاقة بالمدعين، اذا ما بدك تخليني اشرح لك اياه حتى ما يضيع بين سؤالك وجوابي. جوابي بده يكون هذا التفصيل اللي المودع بده يعرفه. البنك المركزي اساء امانه الودائع اللي وتعطيت المصارف لديه، اصبح عنده طموح شخصي برئيس الجمهوريه، اصبح عنده غرور بانه هيدي الليجاسي تبعه هذا الارث ما بيغلط، أصبح عنده أنه تحدي بينه وبين تثبيت سعر الصرف. أنا قلت قبل ما هو يقول أنه كلفنا تثبيت سعر الصرف 45 مليار دولار. أنت عندك ليرة لبنانية، ليه عم تثبت ربها؟ شو بدك فيها؟ إذا هي الليرة بتستاهل تروح للمئة ألف خليها تروح. هيدي سياسته ولا سياسة حكومة؟ لا سياسته هو. لو لم تكن الحكومة موافقة على تثبيت سعر الصرف، ومين اللي قال لك في يعملها؟ ومين اللي قال لك انه هن ما كانوا يعني قابلين الشيخ زنكي سوا؟ طيب انا سؤالي لك، بتعرف جملتي انا دائما انه هن معرفة. هو كان بجيبته وصاروا هن بجيبته. انا بدي تحط لي بالتراتب مين المسؤول، يعني مين المسؤول؟ اول شيء الحكومات، مصرف المركزي، المصارف، نحن، مين بالتراتبيه؟ ما في واحد اثنين ثلاثه، في مجتمعين واحد. كل الحكومات المتعاقبه، كل المجالس النيابية متعاقبة بدون استثناء، من شارك ومن سكت. إنما بالجريمة اللي بيقتل غير اللي بتفرج وما أخبر الشرطة، أوكي؟ كل المنظومة المصرفية، كل المنظومة الصحفية، كل القطاع الخاص اللي استفاد، وكل منظومة الموظفين الكبار. هلأ الأستاذ وئام وهاب اللي هو صديق، وأنا ما كنت بتمنى أنه أنا انه اشمله بهيدا، ولكن مثله هو نموذج، مش هو شخصيا إيه؟ هو نموذج من السياسيين. عندما تاتي للحاكم يا اخي انا هذا بشرقه اذا بثبتوا لي عليه، ولكن هلا بدهم يحطوك بمحرقه. يا اخي لا، ما تقول بمحرقه، قول هو واحد منهم بفهمك. عم بيقول قيلوه، ليش عم بتقوصوا عليه؟ ما هو بيعرف انه لا يقال. ليش لا يقال؟ لانه ما في حكومه، ولا يستبدل لانه ما في حكومه. وعندما كان هناك حكومه اصبح ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى امرئا عدوا له ما من صداقته يبدو. أنا هلا بدي أتعامل معه. ليش ما عملت الحكومة لما كانت قائمة، ليش ما أقالت؟ كل الحكومات بدون استثناء. هي الحكومات شو؟ أنت ما عم تجيب وزراء، ما جبت وزارة حسان دياب؟ صحيح. طيب حسان دياب ما مشي بأمر المحاصصة اللي جابوه؟ نحن تفائلنا فيه وقلنا أوف هيدا أخيرا هالسكوت تاع أبو الهول، هيدا سيفعل ويضرب على الطاولة. تفعيل الحكومة للحد الأدنى من تفعيل حكومي ما عم بفوت براسه. ليه؟ ليه؟ طمحان يفوت بنادي رؤساء حكومات سابقين وهن مش راضين فيه. يعني أنا بعرف معاناة الوزراء بالاسم. شو عم بيقولوا لك؟ عم بيقولوا إنه هذا الرجل مش عم بيقبل يجتمع على القليل يا دكتور حسان دياب، نجتمع لنسير أمور الناس. هوسه بده يرجع على تلة الخياط وفكره إنه بركي بيعمل زعيم سني. ما هي هيدي النرجسية طيب. مش طبيعية. أوكي. موجودة. ليش انت دخلك نادي رؤساء الحكومات ولا المرجعيه الروحيه؟ شو دخلها باداء الحكومات الحاليه؟ انت خلص كنت رئيس حكومه، يعني مر علينا نحن بتسمع انت بكاميرون؟ بتسمع بجون ميجر؟ بتسمع فيهم؟ لا، بيجي بيعمل نادي رئيس حكومه بيطلع كمرجعيه بدك تسمع له، او بيجيك مرجعيات في المجلس النيابي، رئيس لجنه المال الموازنه، نائب رئيس مجلس النواب، منظومه كامله نيابيه وزارية، رؤساء، رؤساء حكومي، رؤساء مجلس نواب، رؤساء كله. ما قربت على رؤساء الجمهورية؟ رئيس الجمهورية خي السبب ما بلومه وبحيده لسبب بسيط. ليه؟ ليس لدي صلاحية. هلا وقت اللي جدد له وافق على تجديد رياض سلامي، ايه؟ انا كنت من الاشخاص اللي كنت اتواصل مع رئيس الجمهورية وقلت له انا بفضل يتجدد لرياض سلامي، لانه ركب رياض سلامي البنك المركزي بطريقة ما بيعرف اسرار البنك المركزي الا رب العالمين. وهو فاذا كيف بدك تشيله هلا؟ يا اخي انا ما عم طالب شيله هلا، انا عم طالب جيبه.
مثل ما بقول لك والله وئام وهاب سمير دوب تجيبه واقبعه بالحبس. ايه؟ طب وليش ما استجر راس سلم يا خيي؟ ما بتكون تلاقوا له حل. لانه ليه بتلمسوها؟ لانه القانون في نصوص محدده بالقانون ما بتقدر تقرب على الحاكم. السلطه التنفيذيه بربها وبدينها ما فيها تستجلب البنك المركزي وتقول له غصبا عنا بدك تفرجيني شو عندك احتياط، فرجيني البيانات الرسميه. كورسبوندنت بانكينج بقول عنده 17 مليار. إيه؟ قال قبل عنده 21 مليار، قال قبل عنده 33 وقبل 44. يا اخي طلع لنا فيها، فرجينا رئيس حكومي بيطلب منه. إيه؟ انا عم بقول لك بسوي عن كلامي. قال لي رئيس حكومي بتمه، قال لي بشلي ورقه وبيكتب رئيس جمهوريه. قال لي نفس الشيء، قام شلي رئيس جمهوريه وانا عم بحكيك هلا على التلفزيون، شلي من الجارور، قال لي كتب لي اياه بخط ايده انه عندي هيك وهيك، بخربش له السطرين. هذا هو الاحتيال. هذا البنك المركزي هيك بيتعامل مع رئيس الجمهوريه، بيتعامل مع رئيس الحكومه. يعني اقوى منهم، هو رئيس الجمهوريه الفعلي للبلاد. فاذا ليش عم بتعذبوا حالكم؟ ما عم بعذب، انا جاي هلا ليك، انا مغادر. بقول لك في بيت شعر لمخيل نعيمي هو بيعبر: بالامس كنت اذا اتيتك باكيا، اذا اتيتك باكيا يعني يا لبنان اضحكتني، واليوم إذا أتيتك ضاحكا أبكيتني. ما يتعبوا قلب لا المودعين ولا المواطنين، يعني في كمان أكثر، يعني حتى مرجعياتنا. لك أنتم ممثلين الله على الأرض، هل اللي بيعمل لك مؤتمر لفعاليات الطائفة ليحافظ على محافظ، واللي بيقول لك ما تقرب على الموظف الفاسد الشيعي، واللي المفتي بيطلع بيصلي بالسرايا، واللي البطرك اليوم بيقول لك لا للتحقيق الجنائي، ما قال لا، قال ما في تحقيق قبل الحكومة. إيه؟ لأنه الحكومة هي الأساس. وأنا بقول له غطيني يا صفية، لك 25 سنة بتحكي، حتى يعني ما تخزني على التعبير، حتى بالثنائي الشيعي ما حدا رد عليك. هذا وسام على صدري. ليك أقسم بالله العظيم إنه عندي مبدأ في حياتي، طالما أنا مرتاح مع نفسي وأنا بعرف إنه ما في حدا فيقول أنا أكل عليه ليرة حرام، أنا بنام مرتاح. لو كانت كل الدنيا بعدين أنت بتقول ما حدا رد علي، من مين؟ من هيدي المنظومة. لأنه هاي المنظومة من 25 سنة أنا يكفيني فخراً، مش بقولوا على 40 مليار دولار كلفت الكهرباء. إيه؟ طيب أنا المواطن حسن أحمد خليل أدعي بكل تواضع وثقة انه انا جلبت على الدوله 40 مليار دولار. كيف؟ سال الرئيس لحود بمقابلاته على الميادين بست مرات بعيده، بقول اجى الرئيس الحريري بده يحط ايده بانه بدنا نبيع الخليوي ب 3 مليار، اجى لعندي شخص ما بعرفه اسمه حسن خليل، قال لي انه خيه بالبنك الدولي محسن هو مسؤول التليكوم. طيب. قال له يا فخامه الرئيس ما تبيع التليكوم، هاي بتدخل لك مليارين دولار بالسنه. أنا وسام على صدر إنه بعشرين سنة جبت مليارين دولار بالسنة للبنان، حدا قال لي شكراً عليها؟ لا. إيه طيب، بتقلي ليش؟ إنه أنا ما فارقة معي شو بفكروا فيي؟ أنا بدي آخذ هلا اليوم كنت مع مرجعية سياسية كبيرة. كنت عند الرئيس؟ لا، أول امبارح كنت عند الرئيس. إيه. واحد بعيرني بقول لي ما دايماً بقولوا عنا بدك تعمل وزير. إيه. بقول له ما أنا هلا عم بتخانق أنا وياك، وأنت رئيس كتلة كبيرة. وفلان رئيس هو رئيس وهيدا. طب انا اذا بدي اعمل وزير يا اخي بقتلكم كلكم يا اخي، حلوا عنا بهالموضوع. طيب. ليش اصلا بعد في حكومه؟ ليش بيشرف الواحد انه يكون وزير او نايب؟ بيتشرف الواحد اذا اللي لو من خارج السياسه، اذا بكره طلب منك بحكومه جديده انه نحن بدنا اياك وزير مال، رح بتقول لهم لا؟ انا بقول لهم وزير مال وبخدم بلدي بكل شرف، ولكن بوضع شروطي. ما برد عليكم يعني ما في قالوا لا يمكن. أوكي. هيدي هي الخطة على أساسها بتجيبوني. اسمعني هاي الخطة اللي بتجيبوني، والخطة هي استعادة ما تمكن من ودائع الناس من خلال القطاع الخاص، والمفاوضة من المجتمع الدولي من إعادة تمويل الدولة اللبنانية من أول وجديد، لإطلاق الدولة اللبنانية وإطلاق قطاع مصرفي جديد برأس مال جديد خارج المنظومة المصرفية الحالية. ما حدا يحكينا لا دمج ولا إعادة رسم، لهيدي كلها كذب ونفاق. نحن نحتاج إلى قطاع مصرفي جديد، يعني ما هو موجود بنسميه الباد باسكتس، وما هو جديد بنسميه نيو بانكينج سيكتور. هيدا أنت بدي أسألك ماريو عبود، من وين بدك تجيبه هيدا؟ ماريو القطاع عبود. المصرفي ماريو عبود، اعتبر حالك أنت بتسوى مليار دولار عم تدور على محل تستثمر فيه، بتحط قرش بلبنان اليوم؟ لا. بتحط وديعة؟ أكيد بتساهم بتساهم برأس مال المصرف؟ بدك ثقة. إنما إذا كان حكومة جديدة فعلا مستقلة تحت الأنظمة الأحزاب الحالية
لن أدخل وزارة لو قدمت على طبق من ذهب. يعني حكومة تكنو سياسية ما بتوصلنا لمطرح. برئاسة تكنو برئاسة تكنو سياسي. إيه ما بتوصلنا لمطرح. بلا تكنو سياسية بمعنى يؤتى بسياسي ليس سياسي من المنظومة اللي هي أفلست البلد. هناك سياسيين شرفاء كتير. إيه؟ لا ما تقلي لا. في سياسيين بالبلد يرفع الراس فيهم. ليه يعني؟ حتى لو كانوا بقلة عدد أصابع. طيب. رئاسة واحد من هالنوع. وزراء من نوعية اللي نحن منقول عنهم هيدول نرفع لهم القبعة بخبرتهم. اتصال بالمجتمع. انت بتعرف شو عبيك انا توصلت هالايام. هيدي الطريقة يلي بترد الثقة وبتخلي احتمال انه المودع يرجعوا لمصرياته. غير هيك انسى. ولا حدا بيحط دولار بالبلد. يا اخي انت عم تحكي منظومة سياسية امنية قضائية صحفية خبراء مزيفين اصحاب مصالح اصحاب شركات كلهم هيدول متضامنين متكاتفين مع بعض قد ما تقاتلوا جوا بس هيدول بيفرموا اللي مثلنا بيفرموه. عندي انا ما عندي شيء الا هالكلام قوله. دخلك عندي شيء غير هالكلام قوله؟ لا. طيب عبعيده بتقول لي طب ما طلع منك شيء بقول لك ايه واذا الثنائي الشيعي. سؤالي قبل ما فوت على بريك ليش معتبر انه ال 17 مليار مش موجودين؟ لانه انا وصلت مع الحاكم بمعرفتي فيه وبزياراتي له انه كل ما بزوره بقول له نفس الكلام لك يا سعاده الحاكم يا حبيبي برجع بعيدها اخر زياره كان باكتوبر 2019 شو عايش انت شو معايشك بهالبلد؟ معايشك دخول الرساميل على البلد. نعم. في شيء ثاني البلد لا عم ينتج لك. قال لي ايه شو بعمل يعني؟ قلت له طيب هلا اذا وقف دخول الرساميل. قال لي بعلي الفوائد. قلت له تعليت الفوائد دليل على عدم ثقه مش على ثقه. قال لي معك حق وخاصه انه هلا مصر عدل لي مصر وتركيا وقطر عم بيعلوا الفوائد ايضا لانه كان في ازمات فيهم اذا بتتذكر. نعم. قلت له طب شو بتعمل؟ قال لي بدك تروح تحكي مع السياسيين. حاولت معه مرات عديده ورحت بينه وبين الرئيس وقايلها بمقابلات قبلك انه يا قال لي ليك هون بدي انصفه. الرئيس قال اوكي. رحت قلت له قال الرئيس اوكي. قال لي انا ملوع. قل له للرئيس اوكي روح يجيب لي موافقه الرئيسين الثانيين يعني الرئيس بري والرئيس حريري. رحت حاولت فهمت انه واحد عمل بايده هيك واحد قال له ما عندنا فريق اقتصادي نحن ليه بدنا نجيب حدا من برا. يعني ما في شيء ما حاولناه ما في شيء ما حاولناه. بس بعد ما ثبتت لي ليش ال 17 مليار كيف عم تجزم؟ طب اذا كانوا موجودين اذا كانوا موجودين شو بتعمل فيهم؟ اذا ال 17 موجودين كانوا قبل 21 وعم بيروحون مثل ما طرحت قبل الانهيار كان عم بقولوا قالوا الرئيس ديف في 21.2. نعم. اعطيني 21.2 حتى ال 17 راح 5 17 مع الذهبات مع مساعده دوليه بيعملوا لهم 45. مصر بازمتها العالميه قبل ما ينجدوها كان عندها 15. فاذا في امل في امل بال 17 عندي انا غير ما اشوفهم بعيني انه يفرجيني البالانس عند الكورسبوندنت بانكينج موجود 17 انا ماني مسده كما عندي شك بمصير الذهب لانه يا اخي واحد حاكم بنك مركزي بس ما بيقدر يتصرف فيه الذهب الا في الا بقانون مجلس النواب. ليش ما خالف القانون بكل هال 30 سنه ما خالف القانون؟ هيداك النقد والتسليف. لا خالف القانون. ليه قانون سعر الصرف هو قانون؟ سعر الصرف قانون؟ التثبيت لا. طب ليه بيستعملوا سعر رسمي؟ بعدين المنصة اللي أطلقها من 3 أشهر وين صارت؟ والمنصة الجديدة وين حتصير؟ ب 16 نيسان بالمبدأ. التعميم اللي أطلقه نعم يحث المصارف بتهديد المودعين اللي حول بعد تاريخ كذا 17 إنه يرجع يحول 15% وإلا والبيب سياسيين 30%. نعم. برجع بقول تصور حاكم بنك مصرفي وين ما في مرجعيه قانونيه بترجع له. هون حارجع للموضوع لازم تسمع هالنقطه. عمرك شفت واحد بيساوم رد لي جزء من المصريات والا بتهمك بغسيل اموال؟ يا اخي يا اما غسيل اموال مجرم والا مش مجرم. طيب فاذا رح نفوت على بريك. من بعد البريك بدي اسالك باخر نقطه اللي لها علاقه بالتدقيق الجنائي لوين؟ اذا البريك ونعود للمتابعه. من جديد نحييكم ونتابع مع الخبير الاقتصادي حسن خليل. استاذ حسن، التدقيق الجنائي اللي دوخنا من سنه لليوم وما عم يعرف يوصل لمحل، هو هيدا عن قصد ولا هي الاجراءات بتاخذها لقد وقت؟ انت شو رايك؟ انا برايي انه عن قصد.
مين اللي عم بيقر التدقيق الجنائي؟ مفترض انه مجلس نيابي. لا، هو اللي اقره، هو اللي صوت عليه. اوكي، على شرط توزيعه مش بس على البنك المركزي. طيب مين المتهم؟ مجلس نيابي. متهم بشو؟ جزء كبير من المجلس النيابي هو مشارك بسوء امانة المودعين بنهب ال 170 مليار دولار وال 250 مليار. انتبه، الجرائم المالية في لبنان هي 170 مليار دولار ودايع وما يفوق ال 250 مليار دولار موازنات على مدى 25 سنة. من خلال يعني تصديقه على الموازنات بتقصد هيك؟ هيك اتهمت المجلس. هذه الموازنات كل سنة كان فيها 6-7 مليار دولار عجز موازنة. نحن بنوصل لمحل بالتدقيق الجنائي؟ ليك خليني اقول لك، حتى بتأليف الحكومة اليوم بده يألفوا حكومة، مش هيك؟ نعم. اللي أفلس البلد ما في عومه، اللي دمر البلد ما في عمره، اللي أذل الناس ما في عزهم، اللي هو بيكون متهم ما في يكون المحقق. القضاء عندما ترى ما تعرضت له ماري كلود نجم وزيرة العدل في مجلس النيابي وفي الإعلام المأجور اللي هاجمها أنه عم تطحنك مع بنتها وقت اللي كان زوجها بين الموت والحياة وتسهر للتنتين الصبح. أوكي. وتتهدد بالأصبع من مرجعيات كبيرة في المجلس النيابي، يعني من مراكز عالية، مش نايب عادي بس. شو عم تقول؟ الرئيس بري يعني هددها؟ لا لا لا، شو لا. مين مرجع عالي بمجلس النيابي؟ هددها علي حسن خليل ولي الفرزلي، قال لها أنت مينك أنت تتجرأي أنه ترفع صوت وتسألي السياسيين اللبنانيين عن مصدر ثرواتهم في المجلس النيابي؟ قالت له أنا حقي كوزيرة عدل ضمن قانون الإثراء غير مشروع. إجا ساعتها هدوه الناس، هي منا هيني وردت عليهم. لا انا عم بحكيه وقائع، هذه على الاعلام. فاذا ما هو حق وقام وهاب لما بيقول تفنيصه ما رح يوصل لمطرح التدقيق الجنائي. التدقيق الجنائي انا بقول لك امتى بيوصل؟ لما المتهمين بيصيروا ميتين والورثه بكونوا على شواطئ الريفيرا واسبانيا. خلصت يعني؟ شكرا لك. بس بدي اقول جمله اخيره. تفضل. اذا سمحت لي. تفضل. ناس بيقولوا طب تقنيا بتحكي، حكينا تقنيا، عندنا خطه من اجل استعاده جزء من الودايع تقنية من خلال مطالبة الدولة بما تستطيع للتعويض لأنه هي مسؤولة بالدرجة الأولى، ثم أيضا القطاع الخاص، وأيضا هيدي بالتقنيات. بالسياسي قلنا هذا الطقم ما تتأمل منه شيء، إنما بيبقى مسألة مسؤولية المودعين. أنا أقول لهم بالفم الملقان، إذا أنتوا ما أخذتوا مصيركم بإيدكم، وبعرف أنه البنوك بيبتزوكم لهديت هلأ عم يعطوكم 200-300 دولار، فبالتالي يا خي إذا فلسناهم طب شو بنعمل؟ ما هلأ عم يعطونا على القليلة. قلت لهم هذا مثل ستالين لما نتف الدجاج وكبه وصار يكبلها حبوبها محلقته. أوكي. نفس الشيء. شو لازم يعملوا؟ أنا باقتراحي إيه؟ نزول بالسيارات إلى الساحات وعدم الخروج ما يقل عن 300-400 ألف لبناني. إذا ما فعلوها ما عاد يطالبونا نحن المدنيين التقنيين، يا اخي شو الحل؟ طب اعطينا الحل حاج تنظر علينا. انت انزال وقعد وما تطلع من الشارع وقل له يا بتزيح على جنب وبيجي غيرك ممكن يحصلنا حقوقنا، والا تحمل مسؤوليه خساره وديعتك. شكرا لك الخبير الاقتصادي حسن خليل على هذا اللقاء. سينضم لنا مباشره نزار غانم رابطه المودعين. نزار مساء الخير. مساء الخير. انتم كرابطه مودعين متوقعين انه بشكل او باخر تقدروا تستردوا وديعكم؟ انا بعتقد انه